السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو اليوم، جيتكم فيديو جديد غادي نشارك معاكم الخدمه ديالي اللي كنخدم. غادي نشارك معاكم اليوم سوان دي فيزاج ان شاء الله، بلي زيتاب ديالو، كيفاش غادي نخدمو، كيفاش غادي نقاد، ونهضر لكم شويه على لي سوان، ونهضر لكم حتى على لي سوان اللي تقدروا ديروه في الدار. يعني الا ما قدرتوش تمشوا ديروه في الصالون. مهم انا قديت لا صال، كيفاش غادي نخدم، ولي برودوي باش غادي نخدم، وكل شيء. ويلا هو معايا باش تشوفوا لا صال الاستيتيك. هي هذه كما كتشوفوا، على هذا الشكل قديناها، حطينا لاكام باش غادي نخدمو. شعلنا شميعات في هذا البرد، زعما يا سلام واحد الجو ما شهيتكم فيه، زعما جد جد خطير. اللي دخلت لاصال زعما غتدفى ودير له سوان ديالها في واحد الجو رائع. بالنسبه للاكام باش غنخدم اكاديمي، غنيه يعني التعريف، كلشي كيعرفها، وديجا هي اللي كنخدم بها انا في الصالون، وعندي دي كام اخرين، ولكن اليوم غادي نشارك معكم لاكام ديال اكاديمي ان شاء الله. كما كتشوفوا هنايا درت الشمع، شعلتو باش يعطينا واحد الجو دافي، ويعطينا واحد سميتو في لاصال ديال الاستيتيك. المهم خلوكم معايا حتى لاخر لافيديو ان شاء الله. انا غادي نشارك معكم سوان اون ديتاي، يعني من الاول، وتشوفوا لابو ديال لا كليونت ديالنا حتى لاخر مرحله في السوان ان شاء الله. وهنايا البنات، اول حاجه غادي نبدا بها هي الحجبان. غادي نقاد لا كليونت ديالي الحجبان. مهم بالنسبه للحجبان، راه ماشي ضروري انكم تقادوهم زعما من نهار، زعما تقادوهم في نفس النهار ديال لو سوان، تقدروا تقادوهم من بعد لو سوان ولا نهار قبل، المهم اللي عجبكم. انا غادي نقاد الحجبان ديال لا كليونت ديالي. مهم حاولوا اللي عندها البشره حساسه ما تقادش الحجبان والدوفي في نفس النهار. انا غادي نقاد الحجبان ديالي كما كتشوفوا، غادي قبل دابا ما تقادوا، وغادي نصورهم لكم من بعد ما تقادوا ان شاء الله، وتشوفوا النتيجه ديالهم كي داير. كما كتشوفوا حنا سالينا الحاجب ديالنا الاول، شفتوا كيفاش جا على هذا الشكل، وشوفوا الحاجب هنا اللي باقي ما تصاوب كي داير، شفتوا بحال هكا. ديجا حنا لا كليونت ديالنا لا فورم ديال الحاجب ديالها هكا، يعني كتنقي غير شي شويه، ما كندخلوش في الحاجب بزاف، كيبان مصاوب وفي نفس الوقت كيبان ناتوريل، يعني ما كيبانش انه عيق بزاف ولا رقيق ولا هذا. ديجا دابا راه الحجبان مابقاوش كيديروهم الناس رقاق، يعني كتجي لا فورم عريضه زوينه. كما كتشوفوا هذه هي الريزلت فينال، قادين الحجبان بجوج جاو على هذا الشكل. دابا غادي نحيدو الدوفي كما كتشوفوا، ها هو الدوفي غادي نحيدو حتى هو. غادي نستعمل الخيط، غادي نحيدو بالخيط، وان شاء الله غنبدا معكم لي سيتاب الاولين ديال الصوان. كما كتشوفوا من بعد ما حيدنا الدوفي تشامشا، حيدنا الدوفي باش ملي نديرو الصوان ديالنا يعني تبان الريزلطا، يعني بان تكون كلشي حيدناه، ملي كيجي الصوان كتكون البشره نقيه، يعني ما تقيسوهاش من بعد. اول مرحله كنديرها مع اي كليانه جاتني، كنشوف نوع البشره ديالها، وكنشوف لي بونوار فين متركزين بزاف في الوجه ديالها وكل شيء. يعني ضروري نستعمل لا لوب باش نشوف اشنو كاين، يعني البلايص اللي فيهم هذا كما كتشوفوا. انا راه كيبان ليا في لا لوب اكبر من هذا الشيء اللي كيبان في التليفون، يعني التليفون ما عطيش الحق. بالنسبه لها هي عندها لي بونوار هنا في الحناك، عندها هنا في الذقن كما كتشوفوا، شفتوا
وعندها في الجهه الاخرى يعني بحال هكاك، الجبهه عندها شويه ماشي بزاف، وفي النيف خلاص النيف كما كتشوفوا. انا حاولت نزومي لكم مزيان باش تشوفوا قبل السوان ومن بعد السوان ان شاء الله كيفاش غادي تولي البشره، يعني كيفاش ملي نقادو السوان ديالنا تشوفوا البشره كيفاش غتولي. دابا شفت النوع ديال البشره، عرفت لا كليون شنو بغات، السوان اللي بغات دير، عرفنا فين متركزين لي بوان نوار. اول حاجه غنديرو غادي نيطوايو الوجه، خليكم معايا تشوفوا المرحله غنيطوي الوجه، وابخي غادي ندير الكوماج ديالنا. ودابا غادي نبداو على بركه الله. اول حاجه كنديرها كنعقم يديا، كنعقم يد ديالي، ومن بعد غادي نبداو نديرو هذا، نديرو النيطواياج ديالنا الوجه. يعني اول حاجه كما قلت لكم قبيله غادي نيطواييو الوجه ديالنا. انا غادي نستعمل لي زيبونجي جداد كما كتشوفوا، غادي نفتحهم وغادي نبداو نيطواييو البشره ديالنا. كنفزقو لي زيبونجيس ديالنا في الماء، الماء ضروري يكون ما دافي، يعني ماشي سخون ماشي ما باردش، يعني يكون تقدر تستحملو البشرة ديالنا. وغنديرو جي نيطوايون ديالنا الأول. في هاد الحالة إلا كانت لاكليونش ديالكم ولا نتوما اللي كنتو غتقادو روسكم ما دايرينش الماكياج، يعني السيده انا جاتني ما دايرهش الماكياج، الا كانت دايره الماكياج بسم الله، الا كانت دايره الماكياج ضروري كان هذا كان ديماكيو ديماكيون، كنحيدو الماكياج هو الاول، عاد كنبداو هذا عاد كنبداو نديرو ديماكيو زعما الوجه هو الاول، عاد ابخي كان نيطوايوه بجيل نيطوايو هو الاول على هذا الشكل. هذا الشكل كما كتشوفوا ضروري نحطو شويه العمق، نقيسو بحال هكا نحيدو فيه حتى هو النيطوايو وكلشي، حيت لي ماسك وكوماج وكلشي غادي نهبطوه للعمق بهذا الشكل. من بعد ما كان نيطواييو ونمسحو الوجه مزيان، كناخدو كلينكس يعني كافر، وكنحيدو الماء اللي زايد عندنا باقي في البشره، يعني نشفو البشره ديالنا مزيان. كناخدو كلينكس على هاد الطريقه، كنحطو ونشفو الزائد اللي عندنا ديال الماء في البشره ديالنا. بهذا الشكل نشفو حتى العمق مزيان، ومن بعد غادي نحطو الكوماج ديالنا على البشره. يعني اول مرحله شفتوها هذه، دابا غادي نبداو حنايا في ثاني مرحله ان شاء الله، يعني غادي نحطو الكوماج ديالنا على هذا الشكل. نحطو الكوماج، بالنسبه للكوماج يعني على حسب البشره، كل وحده والبشره ديالها، يعني على الوقيتة فاش غادي ينشف، يعني كيفوت 10 دقايق، وكاين حتى يقدر يفوت حتى ربع ساعة باش ينشف لينا. ومن بعد نقوميو الوجه مزيان، يعني خص الوجه ديالنا يتقوم مزيان. انا غادي نحط معكم دابا الكوماج كما كتشوفوا، وغادي نخليه حتى ينشف ان شاء الله، ونتلاقاو من بعد باش تشوفوا
باش من بعد ما نقومي الوجه نتلاقاو نديرو المرحله الثانيه ان شاء الله. وكما كتشوفوا من بعد ما درنا الكوماج لاكليونش ديالنا حيدنا الكوماج ونيطوينا الوجه، يعني حيدنا الكوماج ونيطوينا، يعني لقينا الوجه حيدنا الكوماج بصفه نهائيه. ومن بعد درنا البخار باش ابخي نحيدو لي بوين نوار، يعني خص البخار الوجه مزيان، بالخصوص في هذا الجو ديال البرد، يعني البلاصه اللي خصكم ديروا فيها البخار يعني تكون مسدوده مزيان باش ما تنفس، باش الوجه ديالكم يعرق، باش لي بوين نوار دغيا يتحيدوا لكم، يعني ما تلقاوش معاهم بصعوبه. كما كتشوفوا درنا البخار، موراه غادي تشوفوا معايا المرحله ان شاء الله اللي موراها، غادي نحيد لي بوين نوار، غادي نوريكم الطريقه باش كنخدم انا كيفاش كنحيد لي بوين نوار. هي الطريقة اللي كنخدم معها كنخدم بيها مع لي كليونت ديالي كاملين. غادي نشاركها معكم ان شاء الله اليوم واحد لاباري كنخدم بها، واحد البانسو. خليكم معايا باش تشوفوا المرحلة الموالية. غادي نهضر لكم شوية على لي سوان. بالنسبة لي سوان في هاد الفترة بالضبط ديال البرد، يعني ننصحكم اي وحدة بغات دير سوان ديرو الفترة ديال البرد مزيانة، مكاينه الشمس ما حاراش، يعني ما مزيان، واخا الجو يعني معتدل مناسب لي سوان ديال الوجه. بالنسبة لي سوان تقدر شي وحدة فيكم تسولني واش خصها حصة واش جوج واش هذا، على حسب البشرة ديالها، على حسب الشوائب اللي عندها في لابو، على حسب لاكام باش غادي تخدم، على حسب هي اشنو باغا، شنو باغا زعما البشرة ديالها، شنو باغا تعالج فيها وكلشي. غادي نخلي لاكليونت ديالي شويه ترتاح، ما نبرسطوهاش، ونتلاقى معكم من بعد ملي نبغي نحيد لي بوان نوار. كما كتشوفوا لاكليونت ديالنا بدات كتعرق، شفتوا انا درت لكم الفلاش باش تشوفوا مزيان، وانا نحاول نشعل لكم الضوء نشوف واش غيبان لينا. شفتوا لاكليونت ديالنا بدات النيف ديالها عراق، الخدود، يعني كلشي، يعني غادي نخلي باقي واحد شويه ان شاء الله عاد نبدا نحيد لي بوين نوار. خليكم معايا. حنا دابا من بعد لاكليونت ديالنا ما هذا ما يعني عقوا جهه مزيان، يعني هذه دابا المرحله باش انا نحيد لي بوين نوار. بالنسبه لي بوين نوار كنحيدهم بهذا الطراي كما كتشوفوا، انا خدمتها وكلشي. بالنسبه لهاد لاباري اوريجينال كاينين في السوق الدوزيام، يعني اللي كانت فيكم غادي تاخذها خاصها تكون تعرف كتخدم بيها باش ما تخلي لابو ديالها زرقاء وتكون الكاليتي الاولى. انا دابا غادي نبدا نحيد لاكليونت ديالي لي بوان نوار، كنبداو بالنيف باش ما يبرد، يعني ضروري النيف هو الاول على هاد الشكل، خص لي تكون خفيفه. انا كندير هذه هي الاولى، يعني هي الاولى باش كنخدم، عاد ابخي غادي ندير واحد البانسو ان شاء الله غتشوفوه معايا. وهاد النقيطات يعني تركزوا عليهم بزاف، النقيطات ديال النيف كيكونوا فيهم لي بوان نوار بزاف، يعني تبداو بالنيف هو الاول، عاد من بعد غادي تخدموا هنايا الضقن. الضقن كيتخدم على هذا الشكل، يعني غنمشيو من هنا ونجو لهنايا. انا غادي نستمر نخدم، غادي نحبس حيت كي الاذان، ومن بعد نكمل معكم بالبانسو ملي نكمل لاباري، نكمل معكم ان شاء الله بالبانسو. كما كتشوفوا حنا كملت بلاباري، ودابا كنخدم بهذا البانسو كما كتشوفوا، كنقلب على لي بوان نوار، يعني اللي ما غاديش تحيدهم هذيك لاباري، وكنكليكي بهذه الطريقه كما كتشوفوا، ها هي لي بوان نوار خرجات، شفتوها، نتمنى تكون واضحه، هي باينه الراس، ها هي شفتوها على هذا الشكل. وغادي نبقى نستمر على هذا الشكل تنقي لابو ديال لاكليونت كلها ان شاء الله. كنكليكي بحال هكا وكنورك غير يعني غير بالمهل، وكنشوف حتى طلع لي بوين نوار. انا غادي نستمر على هذا الشكل تنكمل لي بوين كلشي اللي كاين عند الكليانه، ونتلاقاو في المرحله اللي موراها. من بعد فاش كان هذا كنحيدو
لي بوان نوار كنديروا هذا لوسيون ضروري باش نسدو الماسان وباش يتعقم يعني البلاصه اللي حيدنا فيها كنديروا بحال القفقطن وكندوزوه على لابو ديال لاكليمونت كلها على هذا الشكل. لوسيون يعني اي حاجه عندكم بالنسبه للناس اللي غادي يبغوا يقادو اللي سوان يعني في الدار وما عندهمش يعني هذا الشيء كامل اللي ذكرت لكم يعني غتقدروا ديروا دي سوان ناتشورال طبيعيين في الدار غير المراحل حاولوا يعني نفس المراحل. اول حاجه غادي تحيدوا كنديروا لوسيون ديالنا بعد عفوا هكا وكنخلوه ينشف شويه ومن بعد عاد غادي نديروا الماسك ديالنا. الماسك اللي غنديروا مورا هو موراه عفوا غادي يسد لنا المسام و ايكليرسي سون في نفس الوقت هو اللي غادي ندير الكليانه ديالنا يعني يسد لها المسا ويعطيها لي كلا في الوجه و ايكليرسي سون كما قلت لكم يعني غيفتح البشره بدرجه ولا جوج ديال الدرجات. بالنسبه لحيت لا كليونش ديالنا باقي جون باقي صغيره يعني ما كاين لا ما عندهاش لي غيد ما عندها يعني ما عندها حتى شي حاجه من يعني من الحوايج اللي نقدروا نعالجوا. بالنسبه لشي وحده الا كانت عندها يعني مثلا عندها لي غيد يعني عندها لاج ديالها فوق 30 عام ولا هذا يعني خصها تشوف لي سوان اللي غادي دير يعني ماشي اي سوان غادي دير تحاول دير لي سوان اللي غادي يعالجوا لها البشره ديالها في هذاك العمر اللي عندها والمشاكل اللي عندها. يعني كما قلت لكم كل وحده ولو سوان اللي غادي يجي معاها ماشي غير نمشي للصالون ونقول انا غندير سوان صافي يعني نقول لهم بغيت سوان صافي يعني نقول لهم بغيت سوان مثلا ولا هما نخلي لهم الاختيار يعني هما غادي يكونوا عارفين حسن من يعني حسن من لاكليون تقدر الا ما كانتش عارفه تقول للناس في الصالون انا بغيت شي حاجه البشره ديالي في هذا العمر يعني نعالجها وكل شيء. بالنسبه كما قلت لكم الا كنتو في الدار وبغيتو ديروا ان سوا يعني راسكم اول حاجه غادي تنيطويو البشره كما شفتوا في الاول. ثاني حاجه غديروا غوماج ماشي ضروري يكون غوماج يعني ماشي غام اللي معروفه ولا هذا تقدروا ديروا يعني غوماج عادي في الدار ديالكم ديروا غوماج ديال القهوه ديروا غوماج ديال اي حاجه. ديجا انا راني حاطه لكم دي ماسك وغوماجات في القناه وغادي ديروا كما قلت لكم الغوماج ديالكم ومن بعد غادي ديروا تحيدوا لي بوان نوار ماشي ضروري لاباراي اللي قلت لكم ماشي ضروري هذاك البانت تقدروا غير تحيدوا غير بايديكم يعني ديروا ديك كلينيكس في يديكم بهذه الطريقه انا غادي نوريكم شدوا كلينيكس وتلووا على يديكم ولكن تحاولوا ميك يديكم يكون شرط دير لهم على هذه الطريقه وغتشدوا لي بوان نوار بحال هكا وتبقاو تكليكوا على هذه الطريقه. هذه هي الطريقه اللي كنا كنخدموا بها قبل يعني ما يكونوا يعني ما يكونوا ديزاباري بحال هكا ولا دي بانسو يعني بهذه الطريقه نبقاو نوركوا هكا حتى طلع لنا لي بوان نوار يعني تمشوا بحال هكا تنقوا كلشي ولكن حاولوا الضفار ديالكم صباعكم ما خصهمش يكونوا فيهم الضفار نهائيا كما كتشوفوا. ومن بعد صافي غادي تكملوا المراحل ديالكم ديروا ماسك عادي ناتشورال تخلطوا في الدار عندكم يعني ديروا دانسوس معاه مثلا الغاسول الابيض اي حاجه يعني المهم هو انكم تنقوا البشره ديالكم وديروا ليها سوان في الدار. بالنسبه للبخار كتقدروا تاخذوا كاسرونه غادي ديروا فيها الماء ما عندكم والو 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 حتى شي حاجه تقدروا ديروا فيها شويه ديال الخزامه تقدروا ديروا فيها طريف ديال الحامض يعني على حساب البشره ديالكم يعني غير شي حاجه باش ما بغيتوا ديروا والو تقدروا ديروا بخار طبيعي يعني ما فيه حتى شي حاجه وتديروا وجهكم اونفاس مع ديك الكاسرونه وتغطوا بفوطاش المهم باش يعرق لكم وجهكم مزيان ومن بعد تحيدوا لي بانو ديالكم وصافي وديروا ماسك كما قلت لكم فقط هما نتوما درتو سما في الدار. دابا مورا الكوماج ديالنا غادي نديرو مورا محيدنا عفوا لي بوان نوار غادي نديرو الماسك ديالنا الماسك من نفس لاكام اللي خدمنا يعني لاكام اكاديمي يعني كلشي سميتو اللي غادي نحطو ديال نفس لاكام. غنحطو الماسك ديالنا تا هو غادي نخلوه المدة اللي غادي ينشف فيها. بالنسبة لهاد الماسك تقدروا تخلوه حتى 20 دقيقة ماشي مشكل قد ما فوت الماسك قد ما مزيان وكما قلت لكم على حسب البشرة ديال الكليان ديما العنق ضروري
نديرو ليه. انا غادي نستمر نكمل لابو ديالي، نكمل الوجه كامل الجهه الاخرى ان شاء الله، ونخليه حتى ينشف. غادي نمسحو نمسح لابو ديال الكليان، نقيها من الماسك مزيان، يعني ما غنقومي ما حتى شي حاجه هنا، غير غادي نيطوايي هنا نمسحو، ومن بعد غادي نتلاقاو في المرحله اللي موراها ديال الماساج. يعني غادي ندير لها مساج الوجه ان شاء الله، يعني فينال. بالنسبه للفم ديالها انا ديجا قبيله في القوماج، راه درت لها القوماج، يعني قوميت لها حتى الشفايف ديالها، حيدنا ديك القشره الميته اللي كاينه الفوق وكلشي. انا دابا غادي ندير ليها ماسك على الشفايف ديالها حتى همايا، وغادي نحط قطون ديسك على العينين ديالها، غندير فيه حتى هو واحد الماسك خاص بليزيو، كيحيد العيا كيرخي، غادي الكليان اللي كانوا عندها لي صغن غادي يختفوا عندها، يعني خاص بمنطقه ديال العين. وكما قلت لكم غنخليها ترتاح حتى ينشف الماسك في الوجه، ديال العينين حتى هو ياخذ الوقت ديالو، وديال الشفايف حتى هويا. وغادي نتلاقاو في المرحله الاخيره ديال المساج. بالنسبه لهاد الصوان اللي خدمت انا عليه اليوم، الصوان ديال اكاديمي نورمال، يعني فيه غوماج ماسك، هذا ما فيهش دو ماسك، يعني كاين اللي غنقدر ندير فيه دو ماسك حتى لتخوا ماسك، على حسب كيما قلت لكم البشره ديال الكليون، وعلى حسب هي الصوان اللي بغات، يعني كل وحده والبيجي ديالها وشنو. بالنسبه لنا حنا في الصالون صراحه دايرين دي بري ريزونابل، يعني اي وحده في المتناول ديالها تقدر دير لي سوا. كاين بزاف ديال ليغام، كلهم مزيانين، غير كل وحده والبشره ديالها وشنو هي بغات تخدم، واش بغات سوا طبيعي، بغاتو بديغام يعني سبيسيال، اي حاجه بغات متواجده عندنا في الصالون. هذا مكان، خليكم معايا حتى لاخر لا فيديو باش تشوفوا المساج كيفاش راه ديرو، وحتى نتوما ترتاحوا معايا ان شاء الله، غير تفرجوا فيه وترتاحوا. وهنا دابا البنات غنبداو المساج، كنهضر بشويه باش ما نديرونجيش لك الكليونت ديالي. المهم حنا دابا غنبداو المساج، درنا واحد الموسيقى يعني هادئه باش لا كليونت ترتاح. غادي ندير هاد سميتو ديال لاكام ديالي، وغادي ندير ليها المساج ان شاء الله. خليكم معايا باش ترتاحوا نتوما في المساج. Thank you.
هنايا حنا سالينا لو سوان ديالنا، كانت صراحة محسينا الصراحة بالوقت كيفاش دازت. كنا خدامين طاب باغي طاب، صراحة داز واحد لو سوان رائع. بغيت زعما نشارك معكم هاد لو سوان اليوم باش تعرفوا كيفاش كنخدموا لي سوان في الصالون، دي برودوي باش كنخدموا، داكشي علاش شاركت معكم هاد لا فيديو اليوم. كنتمنى يكون عجبكم لا فيديو واستفدتوا منه. غادي نسولو لا كليونت ديالنا واش ارتاحت، كي جاها الصوان، اش بان لك؟ ميرسي خولا، الصوان والله زوين وارتحيت، ومع الماساج اللي درت فيا ما شاء الله، ولي برودوي حتى كنشوف لا بريونس في لوبو ديالك ما شاء الله. صحتك فريمون ميرسي بزاف، ان شاء الله ماشي اخر مره. بصحتك حبيبتي، يعطيك الصحه. وصراحه راه يعني نتوما غادي تحكموا، غتكتبوا لنا في لي كومونتير كيفاش بان لكم لابو في الاول وكيفاش بان لكم دابا. راه زعما راه ما كاين كلشي شاركت معكم زعما من الاول حتى الاخر. بالنسبه لكليون ديال اليوم، انا صراحه هاد لا فيديو كنت بغيت ندير لكم يعني شحال هادي، ولكن ما عمري يعني جات عندي شي كليونت اللي يعني كانت بغات تبان ونصورها. داكشي علاش اليوم فاش جات لكليونت ديالنا يعني استشرت معها، قلت لها واش ماشي مشكل نشارك مع البنات اللي عندي وهذا في القناه نشارك معاهم الصوان. قالت لي ماشي مشكل يعني ممكن تصوري بهذا. كنشكرها صراحه على الثقه ديالها فيا، وان شاء الله ما تكونش اخر مره وتعجبها الريزلت ان شاء الله. باي باي، وكرر نضربكم موعد في فيديو لاحق ان شاء الله. واحد الاضافه نسيتها بالنسبه للناس اللي غادي يبغوا يديروا سواء عندنا في الصالون، يعني مرحبا بكم. غير الحاجه اللي تقدروا ديروها قبل ما تجيو ديروا سواء، يعني تاخذوا رونديفو، اتصلوا بالمحل ديالنا. انا غادي نخلي لكم صندوق الوصف الانستغرام ديالي، يعني اللي بغات سواء ان شاء الله تواصل معايا في الانستغرام وتاخذ معايا موعد، يعني باش السوا يعني خصو يكون يعني ترتاح، نعطيها الوقت ديال السوا مثلا شحال خصها ديال الوقت، يعني تعرف لي ديطاي ديال السوا باش تاخذ رونديفو باش تلقى يعني لاصال موجدينها لها السوا، ونكونوا دايرين بحساب السوا ديالها ان شاء الله. انا غادي نخلي لكم كما قلت لكم صندوق الوصف الانستغرام ديالي وباش تواصلوا معايا ان شاء الله. مرحبا بكم، وما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم، وديروا لي لي كومونتير ولي جيم باش تشجعوني يعني ندير لكم يعني حوايج اخرى اللي كنديروا في الصالون ان شاء الله. يعني انا خدامه على هذا الشيء ان شاء الله. في الفيديوهات الجايين انا غادي نحاول نصور معكم الحوايج اللي كنديروا في الصالون، الطريقه باش كنخدموها، واي استفسار او سؤال خلوه ليا، انا غادي نجاوب على جميع الاسئله ديالكم ان شاء الله.